صباح الخير سمية. صباح الخير. سمية مقراني 4 année science 4 moyenne ما شاء الله 18.11 شنو السر؟ والله فما معناتها السر في اي حاجه هو الخدمه يعني وسورتو معناتها اتر اجور ان سارتان مومون مش نكتبوا على رواحنا مش نخلطوا نكونوا اجور اما لو معناتها لو مينيموم واحد يحضر في الكلاس معناتها تكون يعمل ميموريزاسيون معناتها فيزيوال يركز مع البروف يحاول لو ماكسيموم وفي الدار معناتها حتى كان ما خلطش بشي معناتها بشي عاود للكور كوم يلفو يقرا حتى قراية بسيتو شوية واضح سمي اكيد فما دعم باهي نبداو باللي باغون فهمت انت تبارك الله عليك وانت ما شاء الله يعني كونسيونت وتعرف يعني وحسب يعني كلامك وكل تبارك الله كونسيونت يعني ما غير ما نقول لك اقرا ولا اما اكيد فما دعم يعني نقولوا احنا من لي بارون تاعك والفامي اون جينيرال كيفاش حاجه اكيد انه لي بارون عندهم دور كبير انهم كي يروح معناتها معناتها التلميذ للدار يلقى الجو خاص معناتها انه يقرا صحيح من الاول معناتها باش يرتاح شويه بعد ماذا بيه يبعدوا على التلفزه وقت اللي يجي باش يقرا وينقصوا الحس يخلوه معناتها اليز باش نجم هو يعطي معناتها روندمون ما خير ما يزيدوش يستريسو معناتها ستريس القرايه ويزيد راح للدار ويزيد معناتها يلزم لو كوتي افكتيف معناتها من لي بارون يلزم يهزوا له المورال فما ان سارتان مومون معناتها مش ديما نحنا اكسلونس سبحان الله معناتها نجمو نوخرو نتيحو دونك وقتها جي دور الوالدين هما اللي باش يهزوا دو نوتر كوتي فما معناتها الاسيدا اللي هو معناتها انا جيني اتولى الاسيدا سمية يعني مالغري لي ديفيكولتي ولا البروبليم يعني نقولوا احنا حتى تاع لانفراستركتور نتاع الليسي فما برشا مشاكل في ميكست نقولوا احنا يعني نحكي يعني ليتوال كل شيء فهمت يعني فما مضاضع الامور ديغون بلا فهمت في الليسي يعني مالغري هذا الكل ما شاء الله انا قدامي ليست بركه الله ومازالت ليست اطول من هكا يعني نتاع بالحق ناس يعني ديغا يعني قاعدين يقراو في ظروف يعني طيارة وكل بورتون نشوفو نصورو ان شاء الله يعني حاجات يعني فما برشا مشاكل في الليسي وفما صحيح نحنا كي نجيو معناتها نقراو سورتو تو معناتها في الشتاء معناتها نبداو لانفراستركتور على الاخر معناتها تبدا تقرا الكوروندير معناتها يبدا برد الشتاء تبدا خايف من الشباب معناتها يطيحو عليك ما كي تلقى انت البروف جاي ومع هذا يقري ويقول لك ميسالش وعلى حساب عائلته تحتو معناتها ساعات ويقول لك ميسالش معناتها نعملوا دي غاتراباج نقراو المهم توصلوا المهم النتيجه هذيك وقت اللي انتم ما نوصلوا نلقوا النتيجه نحنا نفرحوا وننسوا كل شيء تولي انت بيدك تتشجع معناتها البروف عنده دور كبير برشا معناتها ساعات انت تبدا مش به في ماتير اما البروف هو اللي حببك فيها هو اللي يخليك معناتها تعطي لو ماكس تنجم توصل لإكسلون تنجم معين اما المهم انك حبيت هالماتير هذيك البروف عاونك فيها تلقى معناتها تلقى لونكوراجمون من معناتها من عنده هذه حاجه معناتها نستحقوها ديما ونعترفوا بالفضل الاساتذه نتاعنا معناتها دغنيغ كيستيون باش واحد هكا يساهم شويه يعني انتوما يعني كتلامذه يعني في الليسي وليسيكم وتحبوه وربي طالع بالكبده الكل يعني تنجم نقولوا احنا نداء فان شاء الله نعملوه في مجلتنا مثلا لي باغون الاولياء الكل اللي قريفه اولادهم هوني وحتى اللي مش يعني لي باغون اللي ما يقريش اولادهم هوني يعني نقولوا احنا بيتعاونوا الكل باش يحصلوا شويه من ظروف الليسي فهمت باش من حسن الى احسن فهمت شنو
معناتها ايه نعمل نداء معناتها لي بارون الكل معناتها حتى مش من لي بارون حتى من لي كوتي ادمينستراتيف الموجودين انهم معناتها يتلهاو بلسانا نحنا موجودين ونحنا نقراو ومالغري تو نجيو نقراو اما ماذا بينا يكونوا ظروف مخير ماذا بينا كنا نتعاونوا سوى كوتي معناتها بالفلوس ولا اي معناتها اي كوتي اخرى الكل لي بارون عندهم دور مش معناتها ايل سوفي معثت ولدك يقرا سيئة تتخلص من المسؤوليه الكل لي بالعكس يلزمك تقعد تتبع ولدك وحتى مش تلبين حتى في الكوتي فينانسيير مش تلبين مبالغ كبيره ينجم كل واحد كيساهم معناتها حتى بحاجه قليله فلا بحاجه قليله معناتها تنجم تعمل حاجه ما اكبر اما نرجعوا ديما للانفراستركتور نتاع ليسي للماذا بينا للوزاره ماذا بينا معناتها اللي كوتي اللي هين بهم معناتها يراو الحاله ويحاولوا في اقرب وقت معناتها يصلحوا لو ماكسيموم ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الصحه سميه ان شاء الله من حسن احسن ربي يوفقك ان شاء الله سميه افاقك بعد يعني ان شاء الله بعد ما تكمل ليزيتود وكله بعد ما تكمل الباك ونهار اخر شو تحب تطلع سؤال الصغار هذا ملي واحد صغير يسافر روحه مش صحيح انا وعنيتها ان شاء الله نخدم على الميدسين ميدسين جينيرال وبعد الميدسين نحب نعمل سبيسياليتي بيدياتري وان شاء الله واحد ان شاء الله واحد يوصل لها احنا نخدموا الباقي على رب ان شاء الله ربي يوفقك عايشك انا ماني نسيش صباح الخير انا ماني دوزيام اني سيونس معينك ما شاء الله 18-09 ما شاء الله تبارك الله ومن حسن الى احسن ان شاء الله انا به احنا سر ما شاء الله ظاهر فيك يعني ما شاء الله تحب تقرا لروحك يعني تبارك الله وياي وكل مجال فاكسيني تحب تقرا روحك يعني اما اكيد فما دور نتاع جون باغ الاداره ودوتر باغ لي بارون تاعك حكينا عليهم الزوز بون بابا بروف في الليسي بيان سور بشي شجعني و بروف شنيه مات كاو انكوراج عاونك في المات يعني اي بيان سور كاو انكوراجمون تاع لي بارون شويه الاداره بون نتمنوا انهم لي كونديسيون تكون خير تريمستر هذي ولا العوام الجايه مي سافا اما نصيحة لكل شاب ولا شابة كيفك يعني انت كيفاش تقرا اجور ولا كيفاش تنظم قرايتك تي ريزومي يعني نتاع لي موديول ولا نصيحة لاي شاب باش يستفيد منك كمان بون ماهوش قراية اكسيليري على الاخر شوية كونسنتراسيون في الكلاس شوية ريفيزيون ايام الدفوارات شوية اتيديت مع شوية بروفيت باهين والبريزونس بيان سور مش شو تحب تطلع والله سلون الموين ان شاء الله ناخذ باك بالقديم بعد ما شاء الله بقدره ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عايشك سمي ام عايشك يا اختي نعم قالت لي سلون يعني سلون الموين سلون بون ان شاء الله نجيب موين بيه عامه الباك ونكمل في الريتم هذا ميدسين اغجتي puisque قراية عوين برشا نحب حاجة في الانجينيور هكايا انجينيور في كاو ان شاء الله المهم به نجم يوصلني اللي نحب عليه وكاو ان شاء الله ربي يوفقك سمعي صباح الخير علي الدين صاحبيني دوزيام اني سيونس موينك 18-64 ما شاء الله ما شاء الله كيفاش تقرا كيفاش تحضر كيفاش وصلت يعني للنيفو هذا يا ما شاء الله والله اي واحد باش ينجح يعني فما تلميذ فما ثلاث حاجات تتخلى اللي هي هو التلميذ لازم يخدم مثلا انا كل يوم نقرا ثلاثه سوايع ونقسمها ساعه ماتير يعني اساسيه مثلا يعني يا مات يا فيزيك وساعه الاخرى حاجه ليتيرير فرونسي عربي انجلي وساعه اخرى يعني كان عندي اورال دوفوار يعني قلنا التلميذ الاول هو اول واحد يعني الطرف الاول اللي دخل في النجاح نتاعه والحاجه الثانيه هي لي بارون خاطر كنا يعني نتولدوا نفس الذكي نفس الدرجه من الوعي اما والديك هما اللي يخلوك تحب القرايه اللي يحبوك ديما ممتاز فما فرق بين ولي يحب ولده يجيب 10 فما يعني ولي يحب ولده ما يتيحش من 18 والطرف الثالث واللي هو الاهم هما الاساتذه
يعني والميكس تبارك الله يعني يسخر بالإطارات والكفاءات في الأساتذة. عندنا من أحسن الأساتذة في المنزل. ذاك عليها يعني الأطراف الأساسية هم التلامذة الأولياء والأساتذة الانكادرومون والأساتذة. واضح. شنو أفقك تاريخ كيستيون بيرسونيل؟ أنا نحب نعمل يعني انجينيورا سواء ميكانيك إلكتريسيتي، خاطر يعني الصناعة هي الأساس متاع الاقتصاد وهي الأساس متاع الدول. أما نحب نقول حاجة، اللي التلميذ هو شحنة من الطاقة، يعني باش الإنسان يخدم لازم يبدا عندها الفولونتي. والشنو اللي يعطيك الطاقه هذيك؟ مثلا كما انتم كي جيتوا تو تحسونا بالاهميه نتاعنا، لكن انا نقترح يعني باش نحن عندنا نخبه من التلاميذ الممتازين في المنزل في بنزرت، نقترح انا يعني نعملوا منافسات بين، خاطر الكونكورونس هي اكثر حاجه تخلي التلميذ يتطور. مثلا تعمل الكوب نتاع لي مايور في المات، الكوب نتاع لي مايور في الفيزيك، في المواد اللي تغير سواء في الميكست مثلا، وتعلق الاسامي نتاعهم يعني باش تحمس التلميذ اكثر، وتولي في الميكست وبعد تولي في المنزل وبعد تنتشر ان شاء الله. والله هي تري بون ايدي، يعطيك الصحة. خاطر الانسان لازم يتشجع يعني، واهم حاجة باش تخلي الانسان يخدم هي المنافسة. كي انت باش تعمل يعني منافسات بين الممتازين في الميكست باش يزيدوا مستواهم، باش يمشوا لسيد اخرين يلقوا شكون اكثر منهم باش يزيد مستواهم.